تنظم مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس وحتى 1 سبتمبر بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها، ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالها، بالإضافة إلى مشاركة كبار القائم الفنانين. كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة. هذا وقد أحيا الموسيقار هاني شنودة حفلا موسيقيا على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات المهرجان وسط حضور جماهيري ضخم. بدأنا في هذا الشهر عملنا مهرجان الصيف، استضفنا فيه عدد كبير جدا من الفنانين ومن المطربين ومن الفرق الفنية والمطربين بعضهم مشهور. حفلة النهاردة في المكتبة من ضمن مهرجان حفلات الصيف، لكنه بالنسبة لنا له واقع خاص وله مزاج خاص. ليه؟ مكتبة اسكندرية العتيدة دي هي اللي رشحتني عشان اخد جائزة الدولة التقديرية، فأنا ده في نوع برضو من الرد الجميل.